علي الأكبر كان يتمتع بمزايا الواقع بعضها من منح السماء وبعضها من تربية البيت الكريم، لأن وين ترعرع هو؟ ترعرع في البيت اللي هو مهد للنبوة. شطى الحسين من الصفات، الحسين اطاه الصفة الشهادة، اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا. لاحظ خلق الصورة المشرقة اللي كانت لأشارير الرسول اللي يعبر عنها حسان: خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. هاي الصورة الجسدية بعد خلقا وخلقا، أخلاق الرسول الكريم عن طريق الوراثة وعن طريق التربية انتقلت إلى هذا الصبي خلقا وخلقا ومنطقا. كان إذا تكلم أعرب عن صوت رسول الله، أعرب عن حديث رسول الله. لهذا كل المؤرخين يقولون كانوا أهل البيت إذا اشتاقوا إلى رؤية النبي يجون وين يتحلقون؟ داير مداير علي الأكبر.